الكل استريح استعد استريح عاد كشاف دوما تحية خذ ايدي اسمين سحاب جديد 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 تحية للقادة قوية اهلا وسهلا لمن جاء الينا على مستوى العالم في المنتجات هنا وهذه أبرز الصور على وزارة الموارد الحج ووزارة الداخلية تم تكريم في مجلس صيني صاحب سمو الشيخ الأمير. هذه البرامج اللي حققت سنة في الحج جمعية التشريع الخيرية مشاركتها في المنتجات. إذا نورتونا كشافة جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمن، طبعا نشارك في الحج من كأول جمعية في يعني من عام 37 كأول جمعية على مستوى المملكة شارك في خدمة حجاج بيت الله. شارك الله يكرمكم الله يعطيكم العافية. يبارك فيك طيبين. أرحب الله فيك جمعية التنمية الأهلية بالشقيق. الله يسعدك. احنا انطلقنا الفرقه من 1433 تاسيسها بعد المحافظه مع الجمعيه وفتح الفرقه الرسمي. شاركت في البرامج السنويه لان برامج سنويه عندنا اليوم الوطني التاسيس العلم المهرجان الربيعي بصفه ان احنا شاب الشيخ عندنا الربيع لاهل الصلاه فيكون عندنا برنامج يخدمه الفرقه الكشفيه بعض البرامج الترفيهيه والتوعويه. هي جديدة ولكن إن شاء الله مستقبل إن شاء الله. الله يوفقك. تفضل تفضل. الله يسلمك ويبارك فيك. تفضل أخواني. رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمنطقة جازان الأستاذ خالد بن حيدر أحمد حيدر السيدات والسادة أحمد الكريم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وبعد.
إن ذكرى اليوم الوطني الذي تحل علينا كل عام لهي ذكرى عزيزة وغالية على كل مواطن ومواطنة، تسمو من خلاله مشاعر الحب الصادق لهذا الوطن الغالي وقيادته التي حققت لأبناء هذا الوطن هذه الحياة الكريمة والأمنة. نحن اليوم نقف فخورين بمرور 93 عاما الإعلان التاريخي للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لتوحيد المملكة العربية السعودية. نحن في هذه الليلة نحتفل سوية بذكرى هذا اليوم الجليل رافعين أعلام مملكتنا الحبيبة التي تنعم بأمن وإيمان وأمان ونمو وتطور تحت راية قيادتها الرشيدة بقيادة خاتم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وصاحب السمو الأمير أمير الرؤية محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهم الله تعالى، حفظ الله علينا مملكتنا وأمننا وأماننا. ضيوفنا الكرام، خير ما نستهل به حفلنا آيات كريمات يتلوها عليكم طالب جمعية القرآن الكريم بجازان عدي ابن محمد حسين بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القطار غير الربح فيه ما يزيد عن 25 جمعية ما بين جمعيات تنمية وجمعيات خيرية شاركت العام الماضي في معسكرات الخدمة العامة للحج ما بين فرق جوالة وفرق متقدم، نموذج من استعراض الفرق الكشفية التابعة للقطاع غير الربحي. لسنا نحن من ظلم إنما نحن الجرام
وأهبوا إلى ذكر آلية لدى البيت والخيف والأخشبين، فيهدر دمعي بمآقيه ويجري لظاه على الوجنتين، ويصرخ شوقي بأعماقيه فأرسل من مقلتي دمعتين، أمرغ خدي ببطحائه وألمس منه الثرى باليدين. كلمة رئيس كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية في جازان الأستاذ خالد بن أحمد حيدر، فليتفضل المشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سعادة المدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، سعادة نائب رئيس الجمعية التشكيلية العربية السعودية، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحبيب الكريم، الجمعية الخيرية بمنطقة جازان وأخواتها من منظومة القطاع غير الربحي في هذه المنطقة المباركة يحتفلون اليوم بمناسبة من مناسبات الوطن العزيز الغالي على نفوسنا، اليوم الوطني السعودية 93. فأسعد الله مساءكم بكل خير وملأ أيامكم بالمحبة والوئام والتلاحم. أيها الحق الكريم، بمثل هذه القيم استطاع المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ومن معه من رجالاته الأبطال أن يحققون النصر العظيم الذي لنعم بآثاره في هذه الدولة المباركة وهذا الوطن المعطاء، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. ونهضت بعدها وطننا كجسد واحد ليعلو اسمه في سماء الأبطال، وقد جمعنا الله في هذه المناسبة الوطنية التي تتجدد فيها مشاعر الانتماء والاعتزاز بهذا الوطن الحبيب. أيها الحبيب الكريم، ومع هذه المناسبة تتجدد ملامح الأمل والتطلع للمستقبل الأفضل الذي يليق بحاضر مستقبل هذه البلاد. هذا اليوم الوطني الجديد تحت شعار نحلم ونحقق. تنمية لم يشهد لها التاريخ مثيل على مستوى البلاد، وقوة سياسية واقتصادية حازت بموجبها هذه البلاد المكانة العالية، والقرار السيادي الذي يليق بمكانة هذه البلاد وشعبها العظيم. وبهذه المناسبة نجدد الولاء والطاعة للقيادة الراشدة أطال الله أعمارهم بطاعته ونفع الله بهم البلاد والعباد، ولا يموتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان. الحمد لله رب العالمين. فمن إرادتنا الأحلام تأتينا، سنحلم اليوم والعلياء بقيتنا على خطى أمسنا من عمق ماضينا. مقطع قصيدة شعرية للدكتور عبد العواج جمالي مفوض تنمية القيادة. سنحلم اليوم لا شيء سيوقفنا، فمن إرادتنا الأحلام تأتينا. نحلم اليوم والعلياء بغيتنا على خطى أمسنا من عمق ماضينا. حضارة الأمس والتاريخ مصدرنا، إسلامنا روحنا والعصر حادينا، ومن مؤسس هذا الصرح همتنا عبد العزيز الذي أرسى مبادينا، ومن مؤسس هذا الصرح همتنا عبد العزيز الذي أرسى مبادينا، من وحد الأرض والأرواح ألفها وحارب الجهل تلقينا وتدوينا، وورث الملك أبناء عباقرة أشاوسا رسخوا حكما وتمكينا. قالوا السفينة في صفو وفي كدر، فما تجاسر موج كي يبالينا، حتى رسونا على شطان نهضتنا في عهد سلمان
كل الخير آتينا أمن ورزق من المنان يسبغنا وسؤدد في رحاب الأرض يكسونا وزائر البيت في فيء وفي سعة قد لينت دونه البيداء التليين ورؤية فذة من فك يلهمها محمد مجله عنوان واتين من فك يلهمها محمد مجله عنوان آتينا بها رسمنا طموح الشعب فامتثلت لنا الصعاب وذلت بين أيدينا فأوقد الجيل في أعناقهم شعلا وأعلنوا أنهم بالعزم ماضونا يا مكة الوحي يا نصر محمدنا صلى الله عليه وسلم يا مكة الوحي يا نصر محمدنا يا طيبة الطهر يا أسمى مغانينا يا شرق يا غرب يا أطراف مملكتي من الشمال إلى جازان نادينا غدا نحقق حلم اليوم في شغف وفي قيادتنا رشد يقوينا غدا نحقق نبني ترتقي قمما نناطق النجم نتلو من أمانينا غدا وبعد غد لا ند يسبقنا فلتنفعوا صوتكم يا رب آمين.